السلام عليكم، مرحبا بكم في قناه شيوات كوزينتي. اليوم ان شاء الله الى حين الله غادي نديرو غراتان بالبطاطا والكفته ديال الدجاج. غادي نحتاجو كيلو ديال البطاطا اللي قطعناها رقيقه بحال هكا وعلى دواور، 300 غرام ديال الكفته ديال الدجاج، بصله صغيره محكوكه. غادي نحتاج انا واحد الطريف ديال الخبز اللي درتو في الحليب ورطبتو في الحليب، بيضه اللي غادي ناخذ غير صفر ديالها، معلقه كبيره ديال الفورص، معلقه كبيره ديال الزبده، جوج فرماجات، السترو ديال الحليب، الملحه والابزار والكوزه، ودي طرونش ديال الفرماج. في اناء ديال الفران انا درت فيه شويه ديال الزيت، غادي ندير فيه البطاطا، وغندير شويه ديال الملحه، شويه ديال الابزار، غنخلطهم مزيان. وغندخل البطاطا الفران اللي ديجا سخنته على 180 درجه باش تحمر واحد شويه. في اناء اولا طبسيل كديروا الكفته ديال الدجاج، غادي نزيد عليها الخبز اللي رطبنا في الحليب، غادي نزيد البصله محكوكه، صفر ديال البيضه، وغادي نخلط هاد العناصر مزيان. من بعد ما خلطنا العناصر ديالنا غادي نديرو دابا كويرات صغيورين على هاد العبه بحال هكا، نحطهم هنايا، نوقع على هاد المنوال حتى نسالي كاع الكفته اللي عندي ان شاء الله الى حين الله. ملي سالينا الكفته ديالتنا من التكوار، دابا درت شويه ديال الزيت هنايا في المقله، غادي نتسناها تسخن باش ندير فيها ها هي سخنات، باش ندير فيها الكويرات يتحمروا. الكفته ديالتنا هيا وجدات، دابا غادي ندوزو نصيبو لا بيشاميل. في جميله على عافيه مهيله غادي ندير الزبده، ونخليها حتى كتذوب مزيان. الزبده من بعد ما ذابت غادي نديرو المعلقه ديال الفورص، غادي نحرك مزيان، بعد ما تحمر شويه الدقيق مع الزبده غادي نزيد دابا الحليب، ونبقى نخلط كما العاده حتى يعقد لينا لاكريم ديالنا ديال لابيشاميل. لابيشاميل ملي عقدات ولات على هذا الشكل بحال هكا، غادي نزيد هذوك جوج فرماجات، وغادي نبقى نخلط حتى يذوبوا مزيان. الفرماج ملي ذاب غادي ندير شويه ديال الملحه وشويه ديال الابزار، وغادي نحك شويه ديال الكوزه، وها هي لاصوص بشاميل وجدات. البطاطا ديالتنا من بعد ما تحمرات على هذا الشكل بحال هكا كنديروا عليها الكفته اللي حمرنا،
من بعد غادي ندير لاصوص بشاميل على الخليط بشكل هكا. دابا غادي نديرو الفرماج على البلا ديالنا كله. وغندخلو مازال الفران غير الوقت باش يتكراتينا، وكنقدمو الطبق ديالنا بالصحة والراحة.